تسهيل الطرقات بالكامل من بعد انتهاء اشغال مياه الشرب. إعادة تأهيل الطرقات يعني تزفيتها، تزييحها، إنشاء الأرصفة عليها، وتصير بحالة يعني مميزة ضمن المناطق اللي ضمن المنطقة المدينة اللي نحن عايشين فيها. ممكن تجاوب الرئيس عطينا السؤال في ظل التطورات الأمنية الحاصلة في البلد، ما هي الإجراءات التي اتخذتموها في سبيل المحافظة على أمن وسلام المواطنين؟ كمان من ضمن إنجازات المجلس البلدي أنه أنشأنا شبكة كاميرات مراقبة، وأنشأنا غرفة مراقبة مميزة بتشتغل 24/24. هلأ أنتم بزيارتكم للقصر البلدي أكيد رح تتفرجوا عليها. المدينة مراقبة 24/24، غرفة المراقبة تشتغل 24/24، عندنا جهاز حراس فعال جدا بالليل، حزبية معروفة بالأمن تبعها ليلا، وعندنا جهاز شرطة كمان فعال بالنهار. إنما بالنهار ما بدي إني أقول لك إنه الأمن ممسوك مثل الليل، بالليل الأمن ممسوك عندنا بنسبة عالية جدا يعني بتتجاوز 95%، بس بالنهار طبعا في عنا بعض الحوادث اللي بتصير مثل ما عم بيصير بالعديد من المناطق، وهي نشل الجدادين، سرقات ما عنا، عنا نشل الجدادين اللي عم بيصير بواسطة المطويات اللي اكيد عم بسمعهم فيها، يمكن اخف من غير مناطق بس عم بتصير عنا بالنهار، نظرا لكثافة السير الموجودة اللي ما بتخلينا انه نقدر نضبط الامن كما يجب بالنهار. بس بالليل بأكد لك انه الامن مضبوط، والبيس البلدي هلأ عم بيلزم المرحلة الثانية من الكاميرات حتى تصير المدينة بكاملها بكامل شوارعها بكامل أحيائها رح تصير مراقبة بهالكاميرات 24/24. مرسي. يا أهلا فيك.